في الحديث ما بال أقوام، فهل يقال ما بال أقوام بعدم ذكر الأسماء على إطلاقها أيا كانت؟ هذا معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على خطأ وقع أنه لا يذكر الأسماء، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هذا من الحكمة، هذا من الحكمة في الدعوة، أنك تنبه على الخطأ ولا تذكر الأسماء في مجامع الناس وتشهر بالمخطئين. نعم.